حين التوجيهات الدينية من العتبتين المقدستين، أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب مولانا الإمام أبي جعفر محمد بن علي التقي الجواد عليه السلام، الإمام المظلوم المسموم الشهيد على يد طاغية زمانه المعتصم العباسي، الذي ما فتأ يتعقب الإمام عليه السلام جرياً على عادة آبائه الطغاة للنيل من عترة رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى أرداه مسموماً مظلوماً شهيداً في ظل أجواء قهرية استبدادية. وهذا ما يدعو شيعته ومحبيه إلى تأبين الفاجعة واستذكارها على مدى الأزمان والدهور من خلال الاحتفاء بهذا اليوم وتعظيمه وإبراز معالم الحزن والأسى، وهو جزء مما تنطوي عليه شعائر أتباع أهل البيت صلوات الله عليهم في العزاء والمآتم والمشاركة فيهما تقرباً إلى الله تعالى ورسوله. وجزى الله المؤمنين الموالين الذين شدوا الرحال واهتموا ساعين ليكونوا في يوم استشهاده عنده وفاء منهم لإمامهم، نسأل الله تعالى السلامة لهم وقبول الأعمال، وأنا لهم الله وإيانا شفاعته، كما نسأله أن يعجل فرج وليه الإمام المهدي المنتظر، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا الله، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد.